السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة تاعي. اليوم غنعطيكم واحد الوصفة لليدين. اليوم غسلت الدجاج وطيبت البصل، طيبت بالبصلة والثومة وبقات فيه ريحة البصلة. وغنعطيكم واحد الوصفة زوينة، كترطب اليدين ومنها كتحيد لك اي ريحة في يديك دغيا كتزول. مني كنكمل الشقة ديالي ديما كنديرها، وإلا داومتو عليها راه غادي تبيض لكم اليدين ديالكم. المهم عندي قهوة مطحونة، ومن الأحسن إلا شربتو قهوة هذاك التخت اللي كتصفيوه منها، هذاك هو اللي تستعملو من الأحسن. أنا ديما كندير هذا حيت ما كنشربش قهوة. عندي قهوة مطحونة، وعندي سكر سنيدة، ونصف عصير نصف حامضة. صافي، كناخد السنيدة كنديرها في داك الحامض هكا، وكنضيف عليها القهوة. صافي، كنخلط بحال هكا. ريحتها زوينة بزاف، الحامض والقهوة فني. المهم صافي، اجي نحيد الخاتم، كندير بحال هكا. كل الاظافر مزيان بحال هكا هكا بالشكل، والجناب ديال الضفره بحال هكا. صافي، كنبقاو نحكوها هكا تقريبا شي 8 دقائق هكا ولا اللي قدرتو عليه، يعني ما تبقاوش تحردوا يديكم شي حاجه. كنركزوا على المناطق مزيان. هانتوما كنغسل يدي دابا، كنغسل يدي ونرجع ليكم. هما يديا بعد ما غسلتهم عرفتي راه كيوليو رطبين، والله الا كيوليو رطبين سي بلاص، وما كتبقى فيهم حتى شي ريحه، كتولي فيهم ريحه زوينه. بعد ما كتغسلوهم كتدهنوهم بشي كريم اللي كديرو. انا كنستعمل كريم نيفيا زوين وكيرطب الايدين،
هانتوما كيف تشوفوا. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، راها جد جد رائعة والله، غير جربوها على حسابي. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لايك، وزر واللي جديدة عندي تضغط على زر الاشتراك، ومرحبا بكم وشكرا، إلى اللقاء.